الآن في توسعة رهيبة الملك عبد الله يدشنها للحرم والتصاميم والأشياء اللي عرضت، تصاميم مذهلة، وحتى الساعة أكبر ساعة في العالم. يعني كيف تعلق على مثل هذا الحدث المهم في تاريخ المسلمين كلهم؟ ما يتعلق بتوسعة الحرم لا شك أنها من الأعمال الجليلة التي أسأل الله تعالى أن يثيب القائمين عليها وأن يجزيهم خير الجزاء. فالله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة نوعان: عمارة بناء وعمارة عبادة وطاعة. عمارة البناء هو وسيلة لعمارة العبادة، ولذلك يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المقصود أنه العمارة الحسية للمساجد وأشرف بقعة وهي مكة البلد الحرام في أول مكان عبد فيه الله عز وجل وهو هذه البقعة، إن أول بيت وضع للناس يعني للعبادة للذي ببكة مباركة. توسيعة العناية به، القيام بهذه المشاريع الضخمة التي تسهل لقصاده تحقيق العبادة من الطواف والصلاة والركوع والاعتكاف وسائر ألوان القربات، هذا لا شك أنه من أجل الأعمال وأزكى القربات إلى الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله هو تسهيل هذه العبادات، تسهيل هذا الوصول إلى هذا المشعر العظيم والبقعة المباركة. فهذه التوسعات المتتابعة في هذا العصر وفي زمن وفي عهد الملك عبد الله وفقه الله هي الحقيقة شامة في جبين التاريخ. وأنا أظن والله أعلم أن العناية بالحرمين هو من أسباب حفظ هذه البلاد. فلذلك أؤكد على كل من له شأن في عمارة هذه المساجد أن يبذل قصارى جهده في تحقيق الأهداف وفي الإسراع في إنجاز العمل على الوجه الذي يتحقق به المطلوب. وأسأل الله تعالى أن يبارك في خادم الحرمين وأن يجزيه خيرا على هذه المشاريع المباركة التي هي في الحقيقة بهجة لكل مسلم وينتفع بها جميع المسلمين. مكة يا أخي قبلة العالم، قبلة الكون، كل من أراد أن يصلي من البشرية في الأرض أو في أي مكان من الدنيا إنما يتوجه إلى هذا البيت. فحق هذا البيت أن يعظم وأن يكون درة وجوهرة لا مثيل لها في الصيانة والحفظ والتسهيل والتيسير، وأن تيسر كل التقنيات المعاصرة لتحقيق التسهيل إلى تحقيق تسهيل الوصول إلى هذه البقعة. وأنا أزيد أيضا وأقول: نحن نأمل أنه لا يقتصر فقط العمل على البقعة بل على الطرق الموصلة وجميع الخدمات التي يحتاجها الناس للوصول إلى هذا المكان المبارك. وهناك جوانب في الحرم المكي وفق الله القائمين عليه إلى الخير تحتاج إلى أن يصل إليها المدد في هذه التوسعات، لأنه مثلا توسعة الملك فهد رحمه الله فيها تكييف، هناك جهات في الحرم ليس فيها تكييف، توسعة الملك عبد الله وفقه الله وحفظه أيضا ستكون على أعلى ما يكون من المطلوب، لكن الجهات التي كانت في توسعات قديمة تحتاج إلى أن يوصل إليها ما في الأماكن الأخرى، لأن الناس الآن يتقدسون مثلا في جهات من الحرم فيها تبريد وفيها لا سيما في أيام الحر وفيها خدمات كاملة، وفي جهات أخرى هي الحمد لله في معتنى بها في الجملة لكنها قد تكون دون تلك الجهات في مسائل التكييف والتبريد. نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى الحرم بكله وجميع جهاته، والقائمون عليهم مسؤولية، والدولة ما قصرت في بذل الأموال والإمكانات في تحقيق راحة من يقصد هذه البقعة المباركة. في احتياطات شرعية المفروض ينتبه لها في قضية العمارة في المسجد؟ بالتأكيد، وأنا أظن أنه يعني التصميم الحاصل الذي سيدشن أكيد أنه يعني تحت رعاية ونظر جهات شرعية.
أنا ما عندي اطلاع ولا معرفة بحقيقة هذه التوسعة يعني صفتها، إنما طلعت صور، وأما التفاصيل فلا أشك أن هناك جهات ولجان شرعية تشرف على هذه التوسعة. أسأل الله أن يسلمك. من الأشياء الملفتة والغير عادية هي قضية الساعة. الساعة ما لها علاقة بالحرم، ما لها علاقة في وقف. أنا أريد أن أسأل قضية أكبر هلال في العالم مذهب، هل يجوز أنه يكون مذهب الهلال؟ الآن هو وقع، أنا ما عندي تفاصيل، لكن يعني هناك في أحيان قد يصرف المال في جانب تكميلي أو جانب غير ضروري. الإمام أحمد سئل عن زخرفة كتابة المصحف بماء الذهب، طبعا هذا يعني قد يقول قال هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، وقد يقول قال هذا من الإسراف، أليس كذلك؟ قال الإمام أحمد أفضل ما تصرف فيه الأموال، بمعنى أنه الأموال قد تصرف في جهات أخرى ليست أهلا لهذا، فكون تصرف في مثل هذا أولى من أن تصرف في غيره. فالمقصود أنه يعني أسأل الله التوفيق والتسديد. طيب. وهو ذهب الهلال، هو التقارير يقول أنه مذهب، مذهب يمكن مصبوغ بالذهب، يعني هو يعني بالوجهة هل شرعا يعني هل يجوز أو لا يجوز، هذا سؤال يعني. هو أصل الهلال كله بعض العلماء يرى أنه يعني الأهلة، هذه شعار يقابل شعار النصارى الصليب، وليس في له أصل في دين الإسلام، لكن على كل حال ده بدعة يعني مثلا الهلال، بعض العلماء يقول هذا، لكن اللي جرى عليه عمل الناس ومشت عليه الأمور وعليه العمل أنه هذه توضع في المساجد للتمييزها والتعريف بها. نعم، ننتقل إلى حدثنا الثاني. بلجيكا تحظر النقاب على الطريقة الفرنسية. يعني فرنسا أول من بدأ حظر النقاب بمرسوم، بدأت بعض الدول، الآن في بلجيكا في آخر دولة، وإيطاليا يبدو لي أنها على الطريق في حظر النقاب، كيف تعلق على هذا الوضع والمسلمين كيف يسوون؟ هو الحقيقة لابد أن نفهم يعني طبيعة الحكم الفرنسي. الحكم الفرنسي أصلا من الثورة الفرنسية هو حكم معارض للديانة، يعني إذا أردت تعرف الفرق انظر إلى بريطانيا وإلى فرنسا. فرنسا دولة علمانية، علمانيتها تصادم الأديان، ولذلك ما عنده مشكلة في تحطيم كل شيء يتعلق بالقيم الدينية، بخلاف بريطانيا. بريطانيا دولة وإن كانت تنتهج المنهج العلماني، إلا أن الملكة هي رئيسة الكنيسة، وبالتالي الدين عنده اعتبار وله مكانة. فرنسا صدرت هذا المبدأ، لكنه ليس فقط خالصا يعني مبنيا على إرث الثورة الفرنسية المعارض للديانة، لا، هناك يعني هناك عامل جديد مؤثر وله حضور، وهو قضية انتشار الإسلام في أوروبا. انتشار الإسلام في أوروبا وانتشار بشكل غير متوقع ولا له دوافع يعني أو جهات تقوم عليه، انتشار رباني بقناعة كثير من الناس، إضافة لوجود الجاليات المسلمة، شكل قلق على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني في أوروبا. ولذلك تسمع التصريحات التي تتنادى إلى محاصرة هذا المد، وأن أوروبا قريبا ستكون القارة قارة إسلامية، وما إلى ذلك من الكلام الذي يعني يشعر بأن هناك أزمة خلف هذه القرارات المتتابعة. وليست القضية في الحجاب، لا بد أن نأخذها كمنظومة. فعندنا الحجاب، عندنا في سويسرا المآذن، عندنا الرسوم المسيئة للإسلام، عندنا العنصرية الشائعة المنتشرة ضد الإسلام، قضايا كلها. فلا ينبغي أن نأخذ القضية بأنها فقط قضية نقاب ومنع النقاب، بل هي يعني ضمن حزمة من الإجراءات التي يقصد منها محاصرة الإسلام في أوروبا والتضييق أكبر قدر ممكن على هذه الديانة. لكن المنقبات يعني المفترض أنه يعني النظام يحافظ عليه ويلتزمنا به ويخلع عن النقاب، هو على كل حال المسألة ضرورة الآن،
إذا اضطروا إلى ذلك فالضرورات لا أحكام. لكن اللي أفهم أنه هناك جمعيات وهناك ممانعة وهناك مطالبات على مستوى فرنسيين ومن اليسار الفرنسي ومن اليسار في أوروبا عموما ومستوى المفكرين, يعني معارضة لهذه القرارات. أنا أقول الالتزام حتى نقيل أنه أحد المتبرعين وأحد الأثرياء قال أنا أتبرع بكل غرامة تصدر تجاه أي منقبة, معنى هذا أنه هناك ممانعة, الأمر لم يستتب بعد ولم يصبح أمرا مستقرا. لكن عندنا في مقابلة هذا الموقع أو في الحدث عندنا اتجاهنا. الاتجاه الأول العمل على عدم إقرار هذا النظام, يعني محاولة تغيير النظام, محاولة تغيير هذا النظام والغاء, لأنه وفق دستور البلاد وفق القواعد التي تسير عليها أنظمة تلك البلدان. الأمر الثاني في الجانب الشخصي, أنا لما أكون يعني إحدى الأخوات مثلا تكون عاملة أو ما عندها إمكانية أن تلتزم بنقابها لحصول الضرر عليه, فعند ذلك الضرورات لها أحكام. ومن الضرورات أن يلحق الإنسان ضرر في, 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 في ماله, فهذا من الحوائج التي تبيح كشف الوجه في هذا الإطار في حدود ما تندفع به الضرورة أو ما تنقضي به الحاجة فيما يتعلق بالحاجات وفيما يتعلق بالضرورات. وبالتالي يعني في المسلك الشخصي لا حرج في هذا. أما ما يتعلق ما الذي يجب أن نعمله, يا أخي أنا أقول منظمة العالم الإسلامي لها دور, رابطة العالم الإسلامي لها دور, الدول الإسلامية بشتى حكوماتها لها دور, يعني تدعوهم بالتدخل والضغط على الدول الأوروبية. يعني إذا كانوا هم يتدخلون الآن في مصالح أفراد إذا تعكرت أو تعثرت, ولو كان مخطئ تتدخل الدول لفكه من سجن أو إخراجه من ورطة مع مخالفة النظام, فكيف بنظام يؤثر على جاليات مسلمة كبيرة في تلك البلدان؟ لا شك أنه الحكام والحكومات عليها دور والمفكرون عليهم دور, يعني يجب أن نتكاتف وكل منا يبذل المستطاع, والله الموفق. الله يسر إن شاء الله. لننتقل إلى المشاهد. حياكم من جديد, ونبدأ بالأخ عادل. تفضل عادل. ألو, السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلين يا عادل, تفضل. والله ما أدري أنا يعني أكلم الشيخ خالد. يسمع. أقول له أحبك والله إن شاء الله. أحبك الله, حتى أنا في أخي. الله يطول عمرك. أنا يا شيخ عراقي ومسجون في سجن دبي في الإمارات. أنت تتكلم من السجن الآن؟ أنا أشهدكم كلكم. نعم. أنت تتكلم من السجن الآن؟ نعم. اي نعم. وانا دائما متابع يعني حلقاتكم, الحمد لله, يعني اتمنى من الله يعني انكم تدعونا ان شاء الله ان الله يفرج علينا ويخفف عنا. امين امين, الله يفرج عنك وعن كل مكروب. طيب واتمنى يعني اناشد الله ثم اناشد يعني سيدي خادم الحرمين الشريفين انه يساعدنا. انا بالنسبه لي صار لي 9 سنوات في السجن, وهذا يساعدني على أساس أن عليه 300,000 غرامة أو يعني مطالب في 300,000, وصار لي 9 سنين يعني من صارت الحرب بالعراق إلى يومنا هذا ما شفت عيالي ولا شفت أهلي. أنت عادل إماراتي ولا عراقي؟ لا عراقي. طيب شكرا يا عادل. محمد, تفضل. محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا, تفضل محمد. أخوي عبد الله, كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة, تفضل حبيبي. شكرا على برنامجك الناجح. الله يسلمك ويخليك, تفضل محمد. عندي سؤال واقتراح ومداخلة. السؤال الأول, المشاغل النسائية انتشرت في الوقت الصيفي تنشر النسائية. نعم. في وقت الأعياد والمناسبات. وضح السؤال. المشاغل ايش فيها؟ في مشاغل نسائية تحضر الزواج حق الأفراح وتنشر بعض المشاغل الصورة النسائية في الانترنت. طيب والثانية؟ وعندي اقتراح لأصحاب القاعات الأفراح وقصور الأفراح أنهم يكون عندهم مشاغل تحد أدنى مشغلين معروفين يتعاملون معهم عشان لو في ما بعد نشرت هذه الصور يكونون معروفين لديهم. طيب جيد. وعندي مداخلة في هذا اليوم المبارك وهذا الشهر المبارك,
ناشف الأمير عبد العزيز بن فهد ينظر في موضوعي اللي له 8 سنين وعندي رقم المعاملة وتاريخه وتقديمها، وناشده أبو تركي وأقول تكفى وانقى. راح صوته ولا؟ طيب طيب معنا محمد، تفضل محمد. راح الصوت محمد معانا ولا مش معانا؟ طيب عطوني بفهد، تفضل بفهد. هلا، السلام عليكم. سلام.